هو طبعا الراجل بيرشح نفسه، لكن الشؤون القانونيه او اللجنه القانونيه باللجنه الاولمبيه بترفض ترشح استاذ علي السرجاني لهذه او انتخابات اتحاد الطايره، كره الطايره. هنشوف يعني الامور ليه بسبب كده. يمكن الشؤون او اللجنه القانونيه بتقول ان هو 8 سنوات، بند 8 سنوات بالنسبه لاتحاد كره الطايره، وعشان كده رفضوا بشكل كبير وجوده في الانتخابات القادمه لاتحاد كرة الطائرة. يعني ده يعني كان اتصالا طبعا لموقف كابتن حماد المصري واللجنة الأولمبية وبعض الأمور اللي ممكن تكون بتحدث في اللجنة الأولمبية، خصوصا بقى والانتخابات قربت بالنسبة للاتحادات الأندية، كل الأمور الخاصة طبعا باللجنة الأولمبية. زي ما بنقول الاتحاد الأوروبي بيصف محمد صلاح بطل ليفربول. يمكن محمد صلاح مشرفنا بشكل كبير في الفتره السابقه، وهو يعني لاعب من اللاعبين المميزين، شايفينه بيتالق بشكل كبير سواء بقى مع نادي جديد ليفربول في الدوري الانجليزي، في بطوله اوروبا، في طبعا منتخبنا الوطني والمباراه الاخيره امام اوغندا وهدف الفوز اللي احرزه. دايما محمد صلاح صراحه يعني حاجه مميزه جدا، يعني حاجه بنفتخر بيها كمصريين، وسبحان الله القبول ده حاجه موجوده عند ربنا. يا رب بامر الله التوفيق ليه كلاعب من اللاعبين المميزين في منتخبنا الوطني وفي مصر، ومش بيشرفنا بشكل كبير في اوروبا. عايز اروح سريعا، كنا بنتكلم طبعا على عدم ترشح او استبعاد استاذ علي السرجاني رئيس اتحاد الكره الطائره الاسبق للانتخابات القادمه. استاذ علي معايا على التليفون، تحياتي ليك استاذ علي. اهلا وسهلا بيك كابتن محمد فاروق، ليا الشرف. الشرف لينا يا فندم، والله الشرف لينا. يعني موقف حضرتك وبتشوف اللجنه الاولمبيه بترفض ترشح حضرتك للفتره القادمه بالنسبه لانتخابات اتحاد كره الطائره. بص يا عبد الرئيس، انا لغايه ما انا بكلم حضرتك دلوقتي للاسف الشديد، يعني بقالي 15 يوم مقدم التظلم وناقص على الانتخابات 9 ايام ولم استلم نتيجه التظلم، وسمعت من بره انه اترفض. بعت النهارده المحامي وللاسف الشديد قالوا له لسه، يعني والايام بتتبعنا، فما قدميش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. ان المفروض ان اللجنه الاولمبيه ومعالي الوزير ما حدش يخالف قانون الدستور. الماده 187 و188 من الدستور ما فيش حاجه تنطبق باثر رجعي الا بقرار صريح، وهذا قانون جديد. والوزير طلع في التلفزيون مع كابتن شوبير وقال هذا الكلام، الثمان سنوات لن تطبق باثر رجعي ويوجد هذا التسجيل. لما الاقي فجاه حاجه مخالفه لهذا الامر اعتقد تبقى كارثه، وما قدمش اقول غير اقول لهم حسبي الله ونعم. طيب يعني يا استاذ علي خليني اقول لك، هو في حد او هل في حاجه شخصيه مع حضرتك بالذات عشان أنا الموقف ده يبقى موجود؟ مع حد خالص، لكن هو باين التعنت الشديد، لان كل اراء المستشارين جميعا قال لك ما ينفعش ينطبق باثر رجعي. يا سعاده الرئيس، بعد اذن حضرتك، احنا اصلا اللائحه الاسترشاديه المفروض اسمها لائحه استرشاديه، يعني تكون لائحه موحده للاتحادات زي ما في لائحه استرشاديه موحده للانديه. ما ينفعش افصل لكل اتحاد لائحه عشان يقصي من يقصيه. دي لائحه استرشاديه يعني بتاعت الدوله، تطلع مطابقه للقانون والدستور. القانون والدستور ما قالش فيها 8 سنوات، لما يعملوا لائحتهم الخاصه وتجتمع الجمعيه العموميه يقولوا زي ما يقولوا، وايضا لا تنطبق. لكن الجمعيه العموميه للاتحاد المصري للكره الطائره لم تكتمل بعد صدور القانون. صحيح. لان هم عملوها طبعا الساعه 9 الصبح يوم الاثنين، وبعد جوابات قبلها ب5 ايام ما حدش جه. طيب يبقى هنا اللائحه الخاصه مش طبقها، لما اجي اطبق اللائحه الاسترشاديه يروحوا حاطين فيها اللائحه اللي هم عملوها قبل القانون اللي فيها 8 سنوات عشان عايز السرجاني يبقى بره. مين يرضى؟ مين يرضي مين هذا الكلام؟ طيب استاذ علي خليني اقول موقفك بقى ان شاء الله، يعني اللي هتعمله ايه بعد طبعا؟ لا اللي اعمله انا برضه تظل لغايه دلوقتي انت مش عارف ايه سببه يعني. لا مش عارف، عايز عشان اخد خطوه يا ريس، بقالي 15 يوم التظلم عندهم. طب لو ما جالكش خلاص. لو ما جالكش وانت 9 ايام بتقول على الانتخابات لا الخاصه يعني هو مثلا ايه؟ المفروض كنت تاخده بعديها ب3 ايام حسب النص، 3 ايام بالاجابه وبالرفض، وكنت اتمنى الاجابه، لكن قدر الله وما شاء فعل. لو طلعوك كده كان الدوري يبقى عندي فرصه اخد خطواتي الاخرى، لكن انا قدامي خطوات ايه؟ والمحكمه الرياضيه لسه بتتكون النهارده، وما اقدرش ارجع للقضاء العادي. يعني القصه، لكن انا برضه هتبع الاساليب القانونيه.
اتبع الاسيب القانونيه. اتمنى بكره الصبح ان شاء الله برسل المحامي مره اخرى عشان استلم القرار عشان اعرف اخد خطواتي. التظلم امام الخطوه اللي بعديها لجنه التسويه فيها. اتمنى ذلك، اتمنى ذلك. استاذ علي بالتوفيق لحضرتك طبعا يعني. اتمنى يا رب، اتمنى تطبيق القانون والدستور، انا مش طالب غير كده. عارف يعني ايه واحد يتحارب لمجرد انه ينزل اخد فرصتي في الترشيح والجمعيه العموميه؟ يا اخي تسقطني او تبعدني. ادوا الحق للجمعيه العموميه، لكن تحط لي نص من لائحه قبل القانون وتحطها لي في اللائحه الاسترشاديه، مين يقول هذا الكلام؟ استاذ علي انا يعني بشكر حضرتك، واكيد يعني حضرتك لو ليك حق يعني واضح جدا ان في بعض المشاكل الموجوده في اللجنه الاولمبيه، حاله تخبط موجوده، ولكن طبعا احنا نتمنى ان الرياضه المصريه يعني تبتدي تخطو خطواتها نحو التقدم ونحو الازدهار من خلال زي ما قلنا قانون الرياضه طلع، عايزين بقى الامور تستقر، الانتخابات الخاصه بالانديه والاتحادات تبقى موجوده، والامور بقى اللي كنا بنسمع عليها طبعا الانتخابات باطله نتيجه اجراءات والامور دي تنتهي تماما، ونبتدي يعني نفكر بقى كل مجلس يستقر عشان يقود المرحله بتاعته بشكل مميز، وزي ما بيقول لو كل لعبه تتقدم بشكل مميز في الرياضه المصريه. استاذ علي السرجاني رئيس اتحاد الكره الطائره السابق، واكيد ليه حق هو بقى بيحاول يدور عليه بشكل كبير. يمكن احنا يوم المباراه يوم مباراه الترجي اعلنا عن مسابقه خاصه طبعا ب كم عدد مرات اللي وصل بيها ليها النادي الاهلي لكاس العالم للانديه، وطبعا في فاز اثنين هيكونوا طبعا موجودين معانا هيستلموا طبعا تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله، هنحدد الميعاد وهنتصل بيهم طبعا تقريبا ان شاء الله هيكون يوم الجمعه. فيروز ايمن حسن، يا احمد بعد اذنك لو عندك الاثنين اللي فازوا، فيروز ايمن حسن ومينا ابو اليمين، دول الاثنين اللي فازوا بالمسابقه بتاعتنا الخاصه بنادي دي فيروز. طبعا ده على الانستجرام ده الخاص بيها او البيج بتاعتها الخاصه بيها، وده ايضا مينا ابو اليمين ده ايضا الفائز بالمسابقه بتاعتنا. خليني اقول لكم ان احنا ان شاء الله هنتكلم طبعا على المباراه القادمه، واكيد كلنا امل زي ما كنت بتكلم ان احنا الامور مش صعبه، الصعوبه انك تتعامل مع المباراه بشكل مش جيد. انت كلاعبين محتاجه منك تبقى زي ما بنقول راجل قوي 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 في هذه المباراه، بالتالي هناخد مواقف معينه وذكريات معينه مع نجومنا اللي هيكونوا معايا طبعا كابتن أسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن هيكونوا معايا بعد الفاصل، هنتكلم على الموقف الصعب ده وازاي كابتن حسام البدري واللاعبين يقدروا يحلوها في المباراة القادمة، المباراة الصعبة، ولكن ربنا دايما طول ما انت بتجتهد بيديك، فان شاء الله احنا هنجتهد خلال الفترة القادمة والمباراة اثناء المباراة هتلاقي ربنا ادانا بشكل كبير. فاصل واستقبل ضيوفي في الاستوديو.